الحقيقة الواحدة والعشرون للنصيرية أنهم يزعمون أن للعقيدة ظاهرا وباطنا، فالظاهر هو ما عليه الناس، لكن الباطن يقول هو لدينا، فنحن المتخصصون كما زعموا، نحن المتخصصون بمعرفة بواطن وأسرار الشريعة. ولذلك لهم تعريفات في قضية الجنابة، في قضية الصلاة، في قضية الصوم، يعني يقولون هذا كمثال، وإلى الخرافات كثيرة بالنسبة إليهم. يقول الصلاة هي خمس، لكن ما هي هذه الصلاة؟ قالوا علي، فاطمة، حسن، حسين، وحسن. علي، فاطمة، حسن، وحسين. فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم، علي هو ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، الحسن والحسين هما ابن علي رضي الله عنه. خلاصة القول يقولون هؤلاء الخمسة إذا ذكروا، يكتفى بهم وبذكرهم عن الوضوء وعن الجنابة، ولذلك يصلون من غير أن يتطهروا.